نتوما الخوت طاجي واش خوكم كاين ولا ما كاينش؟ ياري باقي سخون بصنا انا هذيك شو ديال خبزه الفراح هي خبزت وانا طيبت مش طيبت طيبت والو لا طيبتي الطاجين صح طيبتي وحسدوني الناس عليك وباينة فيهم دوني بكلامهم الله يهديهم ناري بخاصو يبرد بسم الله وين احنا بغينا نضوقو شاركو معاكم الضوقة زوين بسم الله في بطاطا في الماك صح صراحة هذا الطاجين كان بغينو في البيت سخون واش جواع ولا لا دير لي بحال ما هكا جو تيم ديري بحال ما هكا ديري بحال ما هكا ها جو تيم مي لولي كي لولي تحياتي لكم بارطاجيو اللايف هما الاخوان والاخوات مبروك لكم واحد الصباح لي صباح زوين ديال الله وحنا باركين غير في الخير ديال الله الشمس والجو ما شاء الله شوف ما يطيشا هذيك غنديرو الطاجين ان شاء الله مرحبا بكم الاخوان بسم الله قال لي اتي العاصر اشربوا على الضاصر اخوان غنوريكم الطريقه الصحيحه ديال الطاجين كيفاش كيطيب ها الطريقه الصحيحه ديال الطاجين كيفاش كيطيب ها كنديروا ليه بعد ما غسلنا ونقينا وقادينا كنديروا ليه بحال ما نخليو الطاجين تيسخن مزيان عشان ندير الطريقه ديالنا هذا هو الطاجين ماشي عنوض حط الطاجين حط البصله حط 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 غطي الصوت الله يعاون سالين هذا هو الطاجين نروي معايا القيس الطاجين كيبغي الوقت كيبغي يكون بارك هاني مهني ما كاين لا حراق لا والو راح نقيم هاي الشيخ غنعلمها كيفاش طيب الطاجين باش ما يبقاش يحرق لها مرضات السمع ورا مرضات كي تعلمني نقيت البصله وقالك عاد قالك عاد تعلمني ودا بس جويبل لا نقيت هما الاخوان شو الطاجين شي الطاجين اش فيه دابا ما عاد فيه الزيت ما فيه حتى حاجه ما فيه لا زيت لا والو شي طاجين بعد ما كيسخن الطاجين كنكبوا شويه ديال الزيت شويه ديال الحميد واخا ينهارات كنشد الزيت كندير ليه بحال ما هكا الروميه ولا العود ولا شي حاجه يا ولا لقيتي احسن شوف ما كنقوي الزيت الصحية للطاجين ها انتم الاخوة اللهم بارك لقيتي احسن من وسرليا لقيتي احسن من وسرليا قدرتي لي غادي ليا شعينو قلتي لي ضحكة وضحكتي عليها هادي درتيني ضحكتها وضحكت عليها الله ينعل جد اوب كندير ليه بحال ما هكا يلا انا غنمشي الله يعاونك تهلا في راسك مقايطه نو خاصنا ها اللحم ديالنا كنحط اللحم ديالنا بحال ما هكا ها غنكون جيري مريقل كنديرو ليه بحال ما هكا ونخليه حتى يتشحر مزيان العطريه ديالنا الشوى نخليوها هي الاخرى هاتهم الاخوان دابا قربي عدى ليا دابا كيتشحر هذا هو الطاجين راه ماشي الطاجين انا كب كب البصله كب كب البصله صافي قول لي مربى ندير طاجين كيبقى يتشحر دابا ملي كنحس به يتشحر مزيان هذا طريقه سهله مهله دابا بكوجيه كاع ما خليتهاش شي دابا ممكن ديما تعطي واحد الديكور اخر دابا نكبو الماء
باش يطيب غير في الماء والزيت. بالله حتى نبدا ندير في البصله أربعة دولي. شوف غير اللحم والماء. شوف ها هو بدا يتقسم على اللحم والماء والزيت. ها هو بدا يطيب الشيء. شوف دابا بطاطا يلا بصلة البصلة هي الاخر ما عندناش مشكل. شو يلا قرب يا دنيا شوف شوف هذا صاير ولا حلو بس ما فرض لا توم هذه توم الشو توم شو البصلة كده تلاقي قربي شو البصلة كده تلاقي شو كده في البصلة البصلة كده تلاقي ده بفلفلة معنا تنجيب الطماطم شي من الجردة ونغسلوه ونديروه عارف الفلاش شو اللهم بارك شو الربيع عطريه خربع دي ولا الحل ماك ما يخرب ما يخرب يا بني ها 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 يا رب كل شيء فيتامين ها ها فيتامينات كل شيء هنا فيتامينات كل شيء هنا دري ها شو نص من هنا أربع من هنا وأربع من هنا شو ربع من هنا وربع من هنا العطريه كذا تلاقي اربع العطريه العطريه كذا تلاقي اللهم بارك بسم الله ودابا ندير ليه بحال ما هكا ها وخليها سيدي طيب وشرب على مو الدكة ها نخبك يا طاجين ها ثم الإخوة اللهم بارك ها
شوف واش خوكم كاين ولا ما كاينش. ها كاين الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة يا بشعيل. غني غني ليا داك الديسك ديال ديالاش. بسم الله ندوق البلول. ضروري الميق، ضروري الميق. حليتي يا السقع حلو مزيان. سير ها وليدي سير. لا لا داك الديسك ملا تحسد حد، ملا تحسد حد قنع بالمكتب. والحساد الله يهديهم شعلة في قلوبهم النار، الحساد الله يهديهم شعلة في أفلام العار. بلا صحافة وتصوير بلا كاميرا، بلا صحافة وتصوير بلا كاميرا. حسد الله يهديهم شعلة في أفلام العار. وحزون وبالله وحسدوني الناس عليك وبين فيهم، حسدوني بكلامهم الله يهديهم. من الناس راه فيهم وفيهم رغم اللي يضحك ليك وباغي من عينيك. يا ويلي عليك الحبيب ها ويلي عليك، يا ويلي مجوج ويا ما عايقاش بيك. هوني ننساها وانا بك ما سخيت، كيفاش يمكن ننساك وقلبي بغاك. وعشت معاك ليالي وسنين طويلة، هذا مكتب علينا ويدي. قالوا لي الناس انساها وانا بك ما